بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة نبدأ حلقات يونت 11 Life Long Skills، يعني مهارات مدى الحياة. Life Long Skills طبعا ده كتاب student book، كتاب المدرسة، from pages 51 until pages 55 and workbook pages 40 and 43 until page 43. لو جينا نبدأ طبعا بالفوكاب، الكلمات اللي عندنا create يعني يبتكر أو يبدأ، creative يعني مبدع أو إبداعي. طبعا create بتساوي innovate برضو معناه يبدأ أو يبتكر، innovate معناه يبدأ أو يبتكر. innovate يبدأ أو يبتكر. creative مبدع أو إبداعي. creative writing يعني كتابة إبداعية. creativity اللي هو الإبداع أو الابتكار، اللي هو innovation بتعادل كلمة innovation اللي هو الإبداع برضو. innovation اللي هو الإبداع. creative writing. creativity department اللي هو قسم أو ديوان. department departmental يعني خاص بأحد الأقسام. departmental this is an adjective يعني صفة. employee يعني يوظف أو يشغل. employable يعني قابل للتوظيف أو مؤهل للعمل، يعني have the skills to employ يعني لديه مؤهلات للعمل. employee اللي هو عامل أو موظف. employer اللي هو صاحب العمل. employment اللي هو التشغيل او التوظيف. طبعا عكسها unemployment اللي هي البطالة، لو زودنا لا un في الاول او prefix un اصبحت unemployment اللي هي البطالة. encourage يعني يشجع، بجمع 2 plus infinitive. enjoyable جاي من enjoy يستمتع. enjoyable يعني ممتع. enroll يعني يدرج او يسجل اسمه، بيجي طبعا مع in on for. enroll in a course or on a course or for a course. enrollment اللي هو التسجيل او ادراج. finance اللي هو قسم الماليات. finance. department يعني شؤون ماليه. department finance department يعني قسم الماليات. finance department finance اللي هي تبرعات او شؤون ماليه. ideal يعني نموذجي او مثالي. mature يعني ناضج او راشد، يعني بالغ يعني. mature اللي هو يبلغ او ينضج كverb. mature طبعا ده الفعل ده regular منتظم، بنضيف له دي فقط لانه منتهي بـ e. mature student يعني طالب منازل او انتساب. mature student طالب منازل او انتساب. maturity اللي هي بلوغ او نضوج. member يعني عضو. open يعني الجامعة. open university يعني الجامعة المفتوحة. open university. order يعني يأمر او يطلب. promotion يعني ترقية او ترويج. promote يعني يرقي او يروج. promoter متعهد او مؤيد. promoter. qualified مؤهل او لديه مؤهلات. qualified. qualification اللي هو المؤهل. qualification مؤهل. receptionist موظف استقبال. reception صالة استقبال. reception. recommend يوصي او يزكي. recommend. redundant اللي هي زائد عن الحاجة. redundant. redundancy اللي هي تسريح عن العمل. redundancy. retrain يعني يعيد التدريب. retrain. unemployment وأن اللي هي البطالة. unemployed يعني عاطل. unemployed. warn يعني يحذر. worthwhile يعني جدير بالاهتمام أو أهل له. لو جينا نبص على باقي الكلمات عندنا، adult اللي هم البالغين أو الكبار. adult. applicant يعني متقدم العمل. BSc اللي هو درجة البكالوريوس. bachelor of science. colleague اللي هو كلية. colleague. communicate يتواصل. course برنامج تدريبي.
عندنا distance learning التعلم عن بعد، distance learning. عندنا earn يعني يكسب، education اللي هو التعليم، encouragement التشجيع، enjoy يستمتع. عندنا graduate يعني يتخرج، highly بدرجة عالية، improve يحسن، individuals individuals اللي هم الأفراد. عندنا exitant يعني يخترع، invent عندنا يخترع invent. عندنا job اللي هي وظيفة، job وظيفة. learning اللي هو التعلم، lifelong مدى الحياة، master's degree درجة الماجستير، master's degree. pay bid يعني يدفع، predict يتنبأ، provide يزود، regret يندم، remain يبقى أو يزل، retire يتقاعد، retirement اللي هو التقاعد، return يعود أو يعيد، skill يعني مهارة، skill. staff اللي هي هيئة عاملين، staff. suitable يعني مناسب، teaching التدريس، train يعني يتدرب أو تدريب، warning يعني اللي هو تحذير، author طبعا مؤلف، corridor ممر، desert اللي هي الصحراء، effort يعني مجهود أو جهد، expression يعني تعبير، forget forgot forgetting ينسى، grandchildren أحفاد، grandparents أجداد، idealism المثالية، join يلتحق، nervous يعني عصبي، organization يعني مؤسسة أو منظمة، organization. particularly يعني بصفة خاصة، plate اللي هو الطبق، provide يتيح أو يوفر، referee اللي هو الحكم، regularly بانتظام، respond يجيب أو يستجيب، rewarding يعني مجزي أو عائد بالمنفعة، rewarding مجزي. similar طبعا معناه مشابه أو مماثل، بيجي مع حرف الجر تو، soldier يعني جندي، sound اللي هو صوت الأشياء، لكن طبعا صوت الإنسان اللي هو voice، صوت الإنسان voice، لكن صوت الأشياء طبعا زي ما احنا قلنا اللي هي ايه sound. عندنا useful يعني مفيد. لو جينا نبص عندنا do a job يقوم بعمل أو وظيفة، طبعا do job أو work. do a course يبقى كلمة course بيجي معاها do، do a course. do your best تنفع أو تفعل كل ما بوسعك، do your best أو يبذل أقصى ما في وسعه. give warning يعطي تحذير، give warning. give advice ينصح. have a job have a bad headache يعني يعاني من صداع، have a bad headache، لكن give a headache يسبب صداع، give a headache. have a picnic يقوم بنزهة، get a higher degree يحصل على مؤهل أعلى، get a master's degree يحصل على الماجستير، get a master's degree، get a promotion يحصل على ترقية، get a promotion، get an interview يعني تحدد له مقابلة شخصية، get an interview، make someone redundant، redundant يعني يسرح شخص من العمل، make someone redundant. tell a story يحكي قصة. change jobs يغير الوظيفة. lose his job يخسر وظيفته. عندنا words and synonym. creative invent أو imaginative أو innovative يعني مبدع. employ يعني يوظف. hire طبعا يستأجر. take on يشغل أو يوظف برضو. appoint معناه يعين، appoint. employ من employ يستغل، تساوي كلمة use. employment الوظيفة، job أو work. employment اللي هو use أو utilization اللي هو الاستغلال. ideal بتساوي كلمة perfect يعني مثالي. mature بتساوي adult أو grown up يعني بالغ. لو جينا لي ال antonym of some words، creative مبدع، عكسها an imaginative or conservative يعني غير مبدع. employ dismiss or fire. employable unemployable غير مؤهل. unemployment unemployment اللي هو توظيف البطالة. unemployed jobless يعني بلا وظيفة أو عاطل. idle out of work employed. encourage discourage. ideal عكسها أو الأوبوزيت منها bad. mature immature immature يعني غير ناضج. أو childish 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 يعني
يعني أطفال يعني qualified يعني مؤهل عكسها unqualified يعني غير مؤهل unqualified. لو جينا نبص على أهم الإكسبريشنز التعبيرات عندنا a busy street يعني شارع مزدحم a busy street a move to a better job a move to يعني انتقال لوظيفة أفضل a move to a better job move as soon as possible بأسرع ما يمكن as soon as possible be able to يعني قادر على be about يعني على وشك computer skills مهارات الحاسب for the first 2 years full time education تعليم نظامي get fit ينضج go back to يعود highly qualified staff highly qualified staff يعني هيئة عاملين طبعا عالية التأهيل highly qualified staff in their 20th in 2 years طيب ناخد بالنا من عندنا وجود كلمة طيب طبعا هنا بنحط الابوستروف in 2 years time طبعا عندنا هنا جمع فحطنا ايه ابوستروف لان طبعا 2 years plural instead of lifelong learning يعني تعلم مدى الحياة no longer employer no longer employed يعني لم يعد لديه عمل no longer employed لم يعد لديه عمل on their own قلنا بتساوي alone on their own بتساوي alone يعني بمفرده regret not dying regret يعني يندم لعدم قيامه بعمل remain employable يعني قابل او يبقى مطلوبا للوظيفه او للتوظيف sound interesting يبدو شيقا strongly agree وافق بشده strongly disagree يرفض بشده students by distance learning يدرس بنظام التعلم عن بعد that's why لذلك The key to our room مفتاح حجرتنا The key to our room The main reason السبب الرئيسي The same kind of على نفس النوع Their working lives حياتهم العملية Train to be يتدرب ليصبح Unusual about يعني غير مألوف Apply for طبعا يتقدم لعمل Apply for Ask for يطلب benefit بيجي معاه from communicate بيجي معاه with decide to enroll on أو in أو for برضو صح hear about يتلقى خبر من شخص أو يتلقى خبر أو يسمع معلومة hope to look for يبحث عن be for be يدفع بيجي معاه for provide بيجي معاه for provide for أو provide with بيمده بشيء provide with لكن ده يوفره respond to revise for يراجع take off يعني يخلع ملابسه أو يتغيب عن العمل take off think of يفكر warn about warn of warn about أو warn against يحذر من أو يحذر ضد watch up طبعا بمعنى يحترس أو ينتبه work for يعمل لدى شخص أو شركة work for طبعا بيقول لنا employ يعني يوظف give a job employer طبعا اللي هو صاحب العمل او الشركة نفسها employ طبعا اللي هو موظف او عامل employ employment اللي هي التوظيف unemployment اللي هي البطالة employable يعني قابل للتوظيف عكسها unemployable يعني غير قابل للتوظيف طبعا employable يعني have the skills to be employed يعني لديه مهارات انه يكون قابل للتوظيف لكن unemployable يعني have no skills to be employable or employed يعني انه هو يتوظف employed طبعا موظف لديه وظيفة طبعا ده كadjective as he is employed يعني كموظف او لديه وظيفة he earns and earns a lot or good money he is planning to get married لكن عكسها طبعا unemployed يعني شخص عاطل make up for يعني يعود make up for ناخد بالنا من make up for معناه يعود make up mind يعني يتخذ قرار او يقرر make up mind make up معناه يختلق او يؤلف make up او معناه يضع مكياج make up بتساوي invent يخترع او يؤلف او يختلق
He is good at making up stories. يعني بيألف قصص. يبقى عندنا make up for. Make up for معناه يعوض. Do something to make a bad situation better. يعني يعوضه عشان يعمل قرار أفضل. Happy days make up for the bad ones. يعني الأيام السعيدة طبعا عوضت الأيام التعيسة. Make up mind معناه يقرر. طبعا بتساوي decide. Make up معناه هنا يختلع أو يختلق أو يؤلف. make up unqualified يعني ليس لديه المؤهلات المطلوبة. unqualified يعني لا كامل أو مطلق. disqualified يعني مستبعد. disqualified after breaking the traffic law several times he was disqualified from driving يعني استبعد من القيادة. colleague طبعا colleague اللي هي كلية. colleague C-O-L-L-E-G-E colleague كلية. لكن رفيق أو زميل عمل colleague اللي هو رفيق عمل أو زميل دراسة. He has good relations with his colleagues. colleagues اللي هم زملاء. resign يعني يستقيل يقرر أن يترك العمل. لكن retire يتقاعد على سن المعاش. طبعا ده when he was 60 or 57. my grandfather is 59 he will retire يعني هيتقاعد. لكن عندنا resign يعني dismissed يعني يترك العمل. she resigned because she wanted to look after her children يعني استقالت عشان تعتني بأطفالها. يبقى resign يستقيل وretire يتقاعد على سن المعاش. enroll قلنا بيجي معاه on أو in أو for والاثنين بنفس المعنى. رودينا enrolled on or in for a course in Spanish يعني تدريب Spanish. go on يعني يستمر. do or take a tour course ممكن نقول go on a course يستمر في التدريب. أو do a course يعني يقوم بتدريب. أو take a course يعني يأخذ تدريب. pass a course يعني يجتاز التدريب. fail a course يعني يفشل في الاجتياز التدريب. provide a course يوفر أو يتيح برنامج تدريبي. provide run a course يعني يدير التدريب أو يدير القرص أو البرنامج التدريب. run يعني يدير. بالنسبة لكلمة enroll قلنا enroll on or for or in يعني يدرج اسمه أو يسجله. enrollment اللي هو إدراج الاسم أو التسجيل نفسه. this enrollment اللي هو تسجيل اللي هي enrollment. promote يعني يشجع أو يحسن أو يرقي الوظيفة أو يروج لمنتج معين. promote adding fertilizers promotes the growth of plants يعني بيحسن من نمو النباتات. my father was promoted يعني ترقى to general manager يعني مدير عام. the factory tries to promote ترقي his new product by putting posters in the streets. promotion إلى ترقية لوظيفة أعلى أو ترويج. my father's promotion يعني ترقيته. الترقية this is the noun to general manager will get him more money ستجلب له الكثير من المال. طبعا نقرأ التكست لأنه برضو التكست مهم. go shopping بيساوي طبعا do the shopping. one of my own طبعا بتساوي alone أو without any help. صم ممكن يجي وراء اسم جمع أو اسم غير معدود أو اسم مفرد بيدل على فكرة معينة. can you give me some idea بعض الفكر هنا معناه بعض الفكر about what has happened. طبعا هنا ممكن يجي وراها يعني نادرا ولكن دائما هي اسم غير معدود أو اسم جمع. provide with يمد أو يزود. provide with provide for معناه يوفر. provide for someone يعني بيوفر حاجة لشخص. his company provides courses for its employees يبقى for person لكن with things بالأشياء. parents provide their children with with everything بكل ما يطلبونه. فطبعا for أشخاص ولكن with الأشياء اللي بيزودوهم بيها. provide that بتساوي if provided that أو providing that معناها بشرط. طبعا بتعادل قاعدة if وان شاء الله عندنا في اليونتس الأخيرة. you can borrow my camera you are if or providing you are careful يعني ممكن تديني الكاميرا أو استعير الكاميرا if you are careful لو انت حريص. be busy طبعا بيجي وراء الفرب فيه ing معروف ان عندنا الادجكتيف busy بتتبع بالفرب plus ing. he is busy with the preparation for the party يجي وراء ناون. أو she is busy studying طبعا في دراسة for the exam أو في المذاكرة للامتحان.
ناخد بالنا من طبعا busy برضو معناها مشغول أو مزدحم أو يشغل خط. for example كverb don't busy yourself يعني ما تشغلش نفسك in people's affairs بشؤون الناس. بالنسبة للفعل open open يعني يفتح open open، ولكن الأدجكتيف الصفة منه open مفتوح. hurry up the shops are still open يعني أسرع ما زالت المحلات مفتوحة. open to يعني available for متاح لي. the course is open to everyone is open يعني متاح لكل فرد، يبقى open هنا معناه available يعني متاح. the course is available for everyone. لو جينا نبص عندنا على الكويستشنز الأسئلة نمبر 1 good education التعليم الجيد computer experience وخبرة الكمبيوتر and language skills make you بتجعلك ايه طبعا employable يعني قابل للتوظيف. طبعا هنا letter D employable يعني قابل للتوظيف letter D. A number two as in space I look for young people who have good education computer experience and language skills. طبعا هنا letter employ يعني يوظف employer كصاحب العمل employ موظف أو employer. طبعا هنا as an employer يعني صاحب العمل. كصاحب عمل I look for أنا ببحث عن young people الشباب الصغير who have good education اللي لديه مؤهل علمي جيد و computer science وخبرة الكمبيوتر. one of the secretaries one of the secretaries in the finance department has resigned so we need to space another one. طبعا عندنا واحدة من السكرتارية في القسم المالي has resigned يعني استقالت so we need عشان كده محتاجين ايه to employ يعني نوظف letter A. يبقى هنا employ يعني طبعا هنا نقوم بتوظيف. I am just an space in this company أنا فقط إيه في الشركة دي so I can't promise you that you will get the job عشان كده ما أقدرش أمنحك أو أوعدك بعمل. فطبعا هنا I am just an employee طبعا اللي هو موظف letter C employee letter C. he won't be able to run the office لا يستطيع ان هو يدير المكتب until he space he behaves as a grown up until he طبعا هنا letter A matures يعني ايه يعني يبلغ او ينضج. طبعا هنا until he matures عايزين الverb اللي هو letter A until he matures letter A and behaves as a grown. he won't be able to run the office هو لا يستطيع إدارة المكتب until he is طبعا هنا عايزين النون until he is letter B طبعا mature until he is mature يعني بالغ أو ناضج mature اللي هو البالغ أو الناضج this is the noun. he won't be able to run the office لا يستطيع إدارة المكتب until he shows enough لحد لحين أن يظهر space طبعا اللي هو النضوج أو نضوج نفسه طبعا اللي هو maturity. the space of the new product needs a good advertising campaign يعني حملة دعاية طبعا هنا the promote ولا promotion طبعا هنا promotion the promotion اللي هو الترقية يبقى letter B the promotion أو الترويج the promotion of the new product يعني الترويج للمنتج الجديد طبعا هنا عايزين النون promotion لكن طبعا promote يرقي أو يروج. to speed the new product to promote طبعا to promote يعني لكي ترقي يبقى هنا عايزين الفيرب اللي هو to promote يعني لكي تروج to the new product. his hard work العمل الجاد and creative ideas وأفكاره الرائعة made his employer made his employer his work and creative ideas
يعني عمله الجاد and creative ideas وأفكاره المبدعة made his employer جعل صاحب العمل is base him promote طبعا جعله إيه made him promote him يعني إيه يرقي طبعا هنا letter A يرقي طبعا letter A عايزين الverb لأن عارفين طبعا إن الفعل make لو جه وراه طبعا مفعول بيجي وراه الانفينيتيف مصدر الفعل طبعا احنا عايزين المصدر اللي هو بروموت هي جوت ذا سبيس از ا ريزلت اوف هيز ورك هو حصل على ايه على بروموشن يعني ترقيه طبعا عايزين الناون اللي هي الترقيه اوف هيز هارد ورك اند كرييتيف ايدياز يبقى لتر بي I have left the message for you in the hotel. أنا تركت الرسالة ليك for you in the hotel. Qualifying qualifications receptionist. طبعا هنا طرق الرسالة في reception the hotel reception يعني صالة الاستقبال في الأوتيل. يبقى طبعا هنا reception اللي هو الاستقبال. I have left a message for you with the hotel مع مين؟ مع receptionist اللي هو موظف الاستقبال letter D موظف الاستقبال with the hotel receptionist Do you think he will be a space writer? Do you think he will be a creative طبعا creative writer Do you think he will be a creative writer يعني يبقى كاتب مبدع creative ولكن طبعا creativity اللي هو الإبداع نفسه وcreator معناه الخالق Do you think he will have space as a writer? Do you think he will have creativity? Do you think he will have creativity? يعني إبداع طبعا عايزين الناون اللي هو الإبداع أو الابتكار لتر سي. Do you think he will space in his writing? هل بتعتقد إن هو will be creative? He will create يعني هيبتكر. He will create in his writing. طبعا هنا letter A يبتكر اللي هو الverb create. The office provides space for 50 people. The office المكتب بيوفر employee ولا employment طبعا employment اللي هو الوظائف for 50 طبعا unemployment البطالة unemployed يعني غير قابل للتوظيف طبعا this office provides employment يعني وظيفة. For 50 people أو وظائف لخمسين شخص أو توظيف لخمسين شخص النون نفسه We must think of ways to help space young people طبعا نساعد الشباب اللي هو إيه طبعا اللي هو غير يعني غير متوظف أو غير قابل للتوظيف طبعا unemployed طبعا يوظف كفير unemployed يعني غير موظف أو unemployment people اللي هم غير موظفين أو غير قابل للتوظيف طبعا ممكن أقول employ أو unemployed employ to help employ young people يعني طبعا help بيجي مع الانفينيتيف توظيف أو unemployed يعني غير موظف فطبعا هنا letter D تنفع الاثنين ممكن أقول A employ يعني توظيف الشباب أو unemployed يعني غير موظف We must think of ways to help young people who suffer from اللي بيعاني من unemployment اللي هي مين اللي هي البطالة نساعد الشباب اللي هو unemployment يعني غير موظف أو غير أو باطلي أو for unemployment اللي هو غير مؤهل أو غير موظف Do you think he is a space accountant هل هو Yes he experienced as well He is a qualified accountant يعني محاسب مؤهل لترقي طبعا لأن احنا عايزين هنا الأدجكتيف اللي هو qualified لكن طبعا qualifications المؤهلات وطبعا reception و receptionist ملاش علاقة بالmeaning بتاع المعنى أصلا Do you think he has the space of a good accountant طبعا he has the qualifications يعني هل هو لديه المؤهلات يبقى لتر B اللي هو مؤهلات طبعا لتربيه اللي هو مؤهلات العمل Do you think it's useful to space for a language course to enroll طبعا enroll يعني يدرك اسمه enroll يدرك اسمه لتر سي Do you think
space for a language course is useful. طبعا إدراج اسمك في كورس لغة، طبعا الإدراج نفسه. طبعا do you think enrollment، enrollment اللي هو letter D يعني إدراج الاسم أو تسجيل اسمه اللي هو الناون enrollment، ولكن طبعا اللي قبلها الفير، واللي طبعا الأولى يرقي وترقية ملاش علاقة بالmeaning. When the company closed its branch يعني لما الشركة أغلقت فرعها، here all workers become كل العمال أصبحوا طبعا هنا resident يعني resident اللي هو letter D يعني عاطلين، يبقى resident عاطل. When the company closed its branch here لما أغلقت فرعها برضو، all workers took compulsory طبعا compulsory يعني إجباري compulsory residency اللي هي letter C اللي هو تقاعد أو بلا عمل أو أصبحوا عاطلين بالإجبار. Mr. Ashraf is an important space of our team. Mr. Ashraf is an important طبعا هنا letter D member، member يعني عضو. لكن طبعا department قسم، resident اللي هو عاطل، colleague colleague كلية، طبعا member عضو. هنا member اللي هي letter D. Using bikes in busy cities استخدام الدراجات في البيزي سيتيز اللي هي الشوارع المزدحمة can be a space solution to the problem of air pollution. طبعا ideal problem ideal letter A ideal solution يعني حل مثالي letter A. During the breakout of coronavirus, we saw to what extent doctors and nurses have a space career, travel ولا department ولا worthwhile ولا silly. طبعا worthwhile يعني جدير بالاهتمام، worthwhile يعني كانوا مهتمين. طبعا worthwhile جدير بالاهتمام. طبعا travel يعني تنافسي، departmental يعني قسم، silly يعني سخيف. فطبعا هنا worthwhile يعني جدير بالاهتمام. I have space you before about the dangers of leaving children alone at home. I have enrolled you ولا warned you before about طبعا هنا warn يعني يحذر، letter B warned يعني يحذر. When I was a student at the Faculty of Art لما كنت طالب في كلية الآداب، Professor A.M. سلمان was the head of the English طبعا هنا embassy سفارة لاكتشاف محاضرة language يعني لغة department يعني طبعا قسم، يبقى كان هو رئيس القسم. Mature students يعني الطلبة الناضجين can join the OK طبعا OK and study through distance learning. OU is the short of طبعا Oxford University ولا IL University IL Union ولا Open University ولا Old Yonkil. طبعا هنا Open University اللي هي الجامعة المفتوحة، letter C الجامعة المفتوحة اللي هي Open University، لكن طبعا أكسفورد دي جامعة أكسفورد، وطبعا آيل اللي هو اتحاد أو منظمة البترول، وآيل أنكل يعني أو أولد أنكل يعني عم عجوز، طبعا هنا ملهاش علاقة نهائي. When you see a child doing something good you should space them طبعا لما نشوف ولد أو طفل بيعمل حاجة كويسة encourage them يعني بنشجعهم letter A، ولكن discourage يعني هنا لا يشجع طبعا أو يحبطهم، والثريات اللي هو التهديد warn يحذر. I space this course it will help you a lot. I advise ولا I recommend this course. I recommend this course ولا عندنا letter warn يحذر ولا enroll. طبعا هنا letter B عندنا I recommend برشح أو بزكي، يبقى هنا letter B يرشح أو يزكي recommend. The minister of space
is responsible for the country's budget اللي هو الميزانية. طبعا the minister of finance اللي هو المالية لترجيح finance اللي هو وزير المالية. طبعا is responsible مسؤول عن the country's budget اللي هي الميزانية. Some employees اللي هو بعض الموظفين some employees to enroll طبعا هنا educate ولا invent ولا pay ولا enjoy to enroll on courses to improve their skills هنا طبعا letter C pay بيدفعوا. I strongly disagree أنا برفض بشدة with you space mustn't stop when one leaves university retirement ولا education ولا enrollment ولا عندنا employment طبعا letter B education اللي هو التعليم. I strongly disagree with you education mustn't stop أنا لا أتفق معاك لأن education التعليم mustn't stop لا يتوقف when one leaves university لما الشخص يغادر أو يترك الجامعة طبعا هنا letter B اللي هو عملية التعلم. لكن retirement طبعا التقاعد enrollment اللي هو تسجيل أو إدراج الاسم employment اللي هو طبعا التوظيف. This story can't be true you must have space it you must have invented trained communicated with طبعا هنا letter A invented it letter A يعني القصة دي مش حقيقية لابد ان انت اللي اخترعتها letter A. My brother has a master's طبعا master's degree يعني درجة الماجستير اسمها كده expression master's degree. Space learning is a kind space learning طبعا أول واحدة عندنا في رقم 38 أول service يعني خدمة mark اللي هي الدرجة العادية remark يعني يوضح أو يبين remark. Number 39 learning is a kind of learning which never stops as long as طبعا هو lifelong التعلم مدى الحياة lifelong letter D letter D. My youngest son enjoys making طبعا أخويا الصغير أو لا سوري my youngest son ابن الصغير بيستمتع making طبعا make up يعني يؤلف يؤلف قصص قلنا make up معناه يؤلف أو يختلق make up letter C. My brother works in the finance department يعني قسم الماليات finance department اللي هو قسم الماليات لكن طبعا سايد جانب area منطقة part يعني جزء. He had to space since he joined this company he had two promotions يعني حصل على promotions يعني ترقية فطبعا هنا تبقى letter A promotions يعني حصل على ترقيتين منذ أن عمل في هذا البليس. The company in my country the company in my town closed last week أغلقت leaving 40 people طبعا هنا تركت 40 شخص employed ولا unemployed ولا طبعا effective ولا productive طبعا letter B unemployed يعني غير موظفين letter B أو عاطل letter B. You might find it space to consult a financial advisor يعني مستشار مالي. You might find it worthwhile worthwhile يعني جدير بالاهتمام فطبعا هنا worthwhile worthwhile. لكن طبعا number 2 freelance اللي هو العمل الحر أو المستقل pressured يعني مضغوط conscientious يعني مجتهد. For me a park with a trees is the space is the ideal place ideal letter A يعني مكان مثالي letter A. I think that the new skills in this course will make you more أعتقد إن المهارات اللي في الكورس التدريب الجديد ده will make you more employable يعني قابل للتوظيف اللي هي letter G employable يعني قابل للتوظيف اللي هي يعني طبعا هتخليك قابل للتوظيف فطبعا هنا letter D. لكن طبعا employment التوظيف employer قلنا صاحب العمل unemployed يعني عاطل. My brother will space on طبعا on يبقى enroll هيدرج اسمه on the English course في تدريب English at America فطبعا هنا تبقى enroll
letter B. Many teenagers كثير من المراهقين think that they have the space to understand life. They have the space to understand life properly. They have the maturity. Maturity اللي هو النضوج. Letter A. Maturity letter A. طبعا morality اللي هي الأخلاقيات. Majority يعني العظمى. Morality طبعا برضو معناه الأخلاقيات نفس الاقتراب من المينينج. The company space training courses for its employees. The company qualifies provides طبعا provides بتوفر provides for يبقى letter B provides معناه توفر لكن طبعا بتزود اسمها provide with letter B. ومن هنا وصلنا لنهاية جزء الفوكاب وإن شاء الله انتظرونا في جزء الجرامر والسلام عليكم ورحمة